الرئيس السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن. مشاورات جديدة لقادة الكتل السياسية العراقية لتسمية رئيس جديد للوزراء. البحرية الليبية تعلن حالة التأهب القصوى للتصدي لأي انتهاك تركي. الثانية عشر ظهرا العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع زميلتي فيروز مكي. إليك فيروز. شكرا لك إنتي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع رئيس وزراء ووزراء البترول والكهرباء والمالية بالاستمرار في التوسع بخطط البحث والاستكشاف في قطاع البترول. وخلال اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزير المالية، بحث السيسي أيضا تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور. وفي اجتماع ثالث مع وزير الدفاع وقائد قوات البحرية، استعرض السيسي آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كل من السيد نائب وزير المالية للسياسات المالية والسيد نائب وزير المالية للخزانة العامة. الاجتماع تناول محاور استراتيجية وزارة البترول، وكذا متابعة سير المشروعات التابعة لوزارة الكهرباء وتطوير منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية. ووجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي للتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة. كما وجه السيد الرئيس بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة السيد الرئيس للموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد الانتهاء من تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بالدولة نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الحالي في الأول من يوليو 2019. كما تناول الاجتماع متابعة التطورات المرتبطة بحوكمة المنظومة الضريبية وما كانت إجراءات السداد والتحصيل، فضلا عن مستجدات تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وذلك بهدف التيسير على الممولين وبما يضمن للدولة حوكمة إجراءات التحصيل لصالح الاقتصاد القومي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية. الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلا عن آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وقد أشاد السيد الرئيس في هذا الإطار بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجها سيادته بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي.
تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع ترتيبات تسكين الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق بين مختلف الجهات من أجل تنفيذ عملية انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية على النحو الذي يحقق أهداف هذا النقل من حيث تطوير العمل الحكومي. من جانبها أوضحت نائبة وزير التخطيط غادة لبيب أن إجمالي عدد الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 52,500 موظف. يبدأ الرئيس العراقي برهم صالح اليوم مشاورات جديدة مع قادة الكتل السياسية لتسمية رئيس جديد للوزراء لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. كانت المهلة الدستورية لتسمية رئيس وزراء جديد قد انتهت الخميس الماضي، إلا أن صالح قد اتفق مع الكتل السياسية على إرجاء المشاورات إلى اليوم لإعطاء فرصة لجميع الأطراف. يأتي هذا بينما كشف مصدر سياسي عن اتفاق الكتل السياسية على رفض أي مرشح لرئاسة الوزراء مزدوج الجنسية. بدأ في محافظة الديوانية العراقية إضراب عام عن الدوام الرسمي، حيث تم إغلاق جميع الدوائر الحكومية الرسمية باستثناء الخدمية والصحية. كما أعلنت السلطات في ديقار تعطيل الدوام الرسمي باستثناء المؤسسات الصحية والمصارف. يأتي هذا بينما تجددت الاحتجاجات بالقرب من حقل مجنون النفطي شمال البصرة، بينما تظاهر المئات في محافظتي الديوانية وميسان رفضا لترشيح وزير التعليم قصي السهيل لرئاسة الحكومة. يلتقي اليوم رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسن دياب مع ممثلين من الحراك الاستماعي لآرائهم بشأن تشكيل الحكومة. يأتي ذلك في الوقت الذي وجهت فيه مجموعات عدة في الحراك الشعبي دعوات للتظاهر من أجل المطالبة بحكومة إصلاح سياسي اقتصادي. وأكد المحتجون استمرار التجمع في ساحة رياض الصلح بالعاصمة بيروت وساحات التظاهر الأخرى للمطالبة بحكومة غير مرتبطة بالأحزاب السياسية وقادرة على مواجهة المنظومات الفاسدة. حذر حسان دياب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية من خطورة الأوضاع في لبنان مع تصاعد الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد عقب اندلاع احتجاجات شعبية في العديد من المناطق والمدن. وأوضح دياب خلال مؤتمر صحفي أنه يوافق على كل مطالب الحراك الشعبي بشأن تشكيل حكومة من المستقلين والعمل على الملفات الملحة التي تؤثر على حياة المواطن. قد كان القاسم المشترك بين جميع السادة النواب هو كيفية الخروج من الأزمة الخانقة التي يمر بها لبنان. أشكر الجميع وأتمنى أن نتعاون جميعا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، لأن لبنان في العناية الفائقة ويحتاج إلى كل جهد ممكن، ليس من السادة النواب فقط وإنما من جميع القوى السياسية ومن الحراك الشعبي الذي لم ييأس من إمكانية إنجاز التغيير الذي يريده على مدى 66 يوما، وأيضا من جميع اللبنانيين. أنا أريد ما هو الأفضل إلى لبنان لحل مشاكل لبنان. الوضع لا يحتمل الانتظار. نحن بحاجة إلى وزارة، إلى حكومة مستقلين
حتما واختصاصيين. وسع الجيش السوري نطاق سيطرته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد سيطرته على قرى وبلدات جديدة. وذكر مصدر عسكري أن الجيش السوري يواصل عملياته بالمنطقة في ظل معارك عنيفة يخوضها مع مسلحي جبهة النصرة الإرهابية. أكد رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي اللواء فرج المهداوي أن القوة البحرية في حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال دفع تركيا بمزيد من الأسلحة والجنود إلى ليبيا، مشددا على صد أي انتهاك تركي لسواحل بلاده. وكانت البحرية الليبية قد أعلنت أنها أوقفت سفينة يقودها طاقم تركي وترفع علم غرناطة. وأوضح الجيش الليبي في بيان له أنه جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال الشرقي ليبيا للتفتيش والتحقق من حمولتها، كما أضاف أن إيقاف السفينة تم قبالة ساحل درنا في الحدود البحرية التي تم ترسيمها بموجب الاتفاقية بين السراج وأردوغان والتي وصفها البيان باتفاقية الخيانة. كشفت صحيفة ييني تشاغا تركيا عن حصول شركة جينكيز هولدينغ والمعروفة بقربها من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على مناقصة شراء الكهرباء لوزارة الخزانة والمالية التركية. بحسب الصحيفة فقد دخلت الشركة المناقصة وحدها لتستطيع توفير الطاقة الكهربائية للوزارة على مدار عام 2020 بقيمة وصلت 10 ملايين ليرة تركية. كان مؤشر الفساد الدولي الصادر مؤخرا قد كشف تفاقم الفساد في تركيا وسط مخاوف من تؤدي قبضة أردوغان الحديدية إلى تفاقم الظاهرة في البلاد. تقدم حزب الخير المعارض في تركيا بمقترح للبرلمان للتحقيق في اضطهاد الصينيين للإيغور، ودعمت كل أحزاب المعارضة هذا المقترح إلا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان رفض المقترح وصوت ضده. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا قريبا جدا. وبموجب الاتفاق قد وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطانية بوريس جونسون لزيارة البيت الأبيض بمناسبة خروج لندن من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 من يناير من العام المقبل. ونقلت صحيفة ساندي تايمز الأسبوعية عن مصدر بالحكومة البريطانية أنه لم يتم بعد إجراء مناقشات رسمية مع البيت الأبيض بشأن التوقيت الدقيق للزيارة، حيث يواجه الرئيس الأمريكي احتمالية محاكمة مجلس الشيوخ الشهر المقبل. كشفت وثائق جديدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب حصرا للمساعدات العسكرية إلى أوكرانيا قبل شهر من مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي. وتظهر الوثائق والتي نشرتها وكالة بلومبرغ أن مسؤولي الإدارة الأمريكية قد أمروا بتعليق المساعدات بعد ساعة فقط من اتصال ترامب وزيلنسكي في 25 من يوليو الماضي، ولم يعلق البيت الأبيض على الفور. هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وقال في تجمع لفلوريدا إن عدم إرسال مواد المساءلة إلى مجلس الشيوخ حتى الآن أمر غير عادل وينتهك الدستور. وأضاف ترامب أن بيلوسي ترفض حتى الآن إرسال مواد المساءلة إلى مجلس الشيوخ لتوفير المزيد من النفوذ للديمقراطيين في تلك الغرفة، مبديا ثقته في أن جميع الجمهوريين متوحدون في مواجهة قضية العزل.
White House. عين الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانال وزير السياحة السابق مانويل ماريرو رئيسا للوزراء ليصبح أول رئيس حكومة في البلاد منذ عام 1976. وصدقت الجمعية الوطنية على تعيين ماريرو وهو مهندس معماري وموظف سابق في شركة كوبية وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت طائلة العقوبات. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هاتفيا التطورات المرتبطة بكوريا الشمالية وإيران والتجارة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أن الجانبان اتفقا على مواصلة الاتصالات والتنسيق الوثيق، خاصة في ضوء التهديدات التي صدرت عن بيونغ يانغ تجاه واشنطن. ترأس زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ يونغ اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية لحزبه الحاكم لبحث تعزيز قدرات الجيش. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الرسمية أن الاجتماع قد ركز على تعزيز القدرة الدفاعية الوطنية والخطوات العسكرية الاستراتيجية المقبلة. وكان كيم قد أكد خلال إشرافه على عملية اختبار جديد لقاذفة صواريخ الشهر الماضي على ضرورة تطوير الكثير من الأسلحة والمعدات في إطار تحديث جيش بلاده. أضافت كوريا الشمالية بناء جديدا لمصنع مرتبط بإنتاج الصواريخ البالستية العابرة للقارات بحسب تقارير لوسائل إعلام أمريكية. وذكرت التقارير أن التوسع أثار مخاوف من أن بيونغ يانغ ستستأنف تجارب الأسلحة التي يمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة. ولفتت التقارير إلى أن صور القمر الصناعي أظهرت بناء مؤقتا أضيف إلى الموقع يمكن أن يستوعب رفع ذراع إطلاق الصواريخ بعيدة المدى. هاتفيا من جدة ينضم إلينا الدكتور عبد الحكيم الطحاوي عميد معهد الدراسات الآسيوية. أهلا بك سيدي على إكسترا نيوز. يعني كيف تقرأ الخطوات الكورية الشمالية في هذا التوقيت ورد فعل الولايات المتحدة؟ حضرتك، هو بالنسبة لكوريا الشمالية ده يعتبر تصعيد للأوضاع أو لما بدأت به الاتفاقيات أو المفاوضات حول الحد من هذا البرنامج النووي. كونوا بيشوف قدرات الجيش، كونوا بيبحث الاشياء الاستراتيجيه، كونوا بيعمل اختبار جديد زي اللي حصل الشهر اللي فات، التجارب الاسلحه اللي هي القمر الصناعي اظهرها، كل هذه الاشياء تنبأ عن انه كوريا الشماليه ماضيه في برنامجها النووي ولا تعير اي اهتمام ولا اي انتباه لما تؤسسه الولايات المتحده او لما تفرضه الولايات المتحده عليها من شروط او من سواء كانت عقوبات اقتصادية أو ما إلى ذلك. وبالتالي تحاول أن تقطع الطريق أمام المفاوضات للوصول إلى حل سلمي لهذه المسألة. ده من ناحية كوريا. الولايات المتحدة الأمريكية باعتقادي لن تصمت ولن تسكت ولن تهدأ إلا إذا عادت كوريا الشمالية إلى المفاوضات وبدأت مرة أخرى تجلس على طاولة المفاوضات للوصول إلى حل لإنهاء هذه الأزمة. طيب إذا ما الخطوات التي نتوقعها من الولايات المتحدة من أجل ذلك يا سيد عبد الحكيم؟ حضرتك، أنا أتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة المقبلة أنه الرئيس ترامب في اعتقادي سوف يزيد من الضغط على كوريا الشمالية في ملفات خاصة بالاقتصاد، خاصة أيضا بالتبادل التجاري، خاصة بأشياء ترتبط بعزل كوريا نهائيا عن العالم في محاولة الضغط عليها للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وبالتالي فالولايات المتحدة أيضا سوف تلجأ إلى عدد من الدول الحلفاء لها، سوف تضغط على الصين على سبيل المثال لأن الصين لها علاقات قوية مع كوريا الشمالية من أجل الوصول إلى حل لهذا. سوف تعمل على تنمية كوريا الجنوبية بما يؤدي إلى الضغط على كوريا الشمالية من ناحية إن الولايات المتحدة حليف قوي لكوريا الجنوبية، وكذلك الأمر بالنسبة لليابان حتى تحيط كوريا الشمالية بعدد كبير من حلفائها وبالتالي
تصل معها إلى ما هو تريد تحقيقه، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الذي هو صلب المشكلة وصلب العلاقات الأمريكية الكورية الشمالية المتردية والتي وصلت بنا إلى ما نحن فيه الآن. طيب دكتور، تحدثت عن مسألة اللجوء إلى الصين، برأيك يعني كيف ستكون تبعات دخول الصين إلى المعادلة في هكذا توقيت؟ الصين في اعتقادي لها علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية نحن نعلم الملف التجاري وما إلى ذلك من مقاطعة تجارية وما إلى ذلك من أشياء خاصة بالضرائب في هذا الشأن، وارتباطات خاصة أيضا بمسألة هونغ كونغ ودعم الأمريكي لثوار هونغ كونغ. وبالتالي هنا الصين تريد أن تهدئ من المخاوف الأمريكية. إذا تمتص المخاوف الأمريكية بإيه؟ بأنه تساعد أمريكا في الوصول إلى حل مع كوريا الشمالية. إذا الدور الصيني هنا دور مهم، لأن كوريا الشمالية تعتمد اعتماد كامل إما على الصين أو على روسيا. روسيا بدأت تخفف قليلا من دورها في كوريا، لكن الصين لها دور فاعل ودور مؤثر في سياسة كوريا الشمالية تحديدا، لأنها تعتبر، مش عايز أنا أطلق لقب عليها، إن هي الأب الفعلي لكوريا الشمالية في الفترة الأخيرة، وهي المتبني لسياسة كوريا. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستخدم سلاح الصين ضد كوريا في محاولة منها لإثناء الصين أو لإثناء كوريا الشمالية عن هذا الموضوع. نعم دكتور عبد الحكيم طحاوي، عميد معهد الدراسات الآسيوية، أشكرك شكرا جزيلا. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قوات بلاده نجحت في قتل 33 إرهابيا وأسر آخر وتحرير 2 من شرطة مالي في عملية عسكرية شاركت فيها طائرات هليكوبتر حربية قرب الحدود مع موريتانيا. ووصف ماكرون في خطاب ألقاه أمام الجالية الفرنسية في أبيجان بكودفوار العملية العسكرية بالنجاح الكبير، مؤكدا أن بلاده ستواصل مواجهة الجماعات الإرهابية بمالي بكل حزم. هذا وأطلق الرئيس الفرنسي مشروع بناء الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب بالقرب من أبيجان. وفي الداخل الفرنسي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقابات عمال المواصلات لتعليق إضراباتهم المتعلقة بمعاشات التقاعد خلال فترة عطلات عيد الميلاد، وذلك لتجنب تعطل رحلات المسافرين. وأصيبت خدمة القطارات بالشلل في أنحاء فرنسا بسبب الإضرابات العمالية المستمرة منذ أسبوعين، احتجاجا على خطة ماكرون لإصلاح نظام التقاعد والتي تتضمن إلغاء أنظمة تقاعد خاصة مطبقة في قطاعات منها السكك الحديدية. اندلعت اشتباكات جديدة بين قوات الشرطة والمحتجين في تشيلي بشوارع العاصمة سانتياغو. كانت الاحتجاجات قد بدأت أكتوبر الماضي على خلفية قيام الحكومة برفع أسعار بعض السلع، هذا ويطالب المتظاهرون في الوقت الحالي بزيادة الحد الأدنى للأجور وإصلاح أنظمة التقاعد الحالية. أشادت الحكومة الروسية بتوقيع موسكو وكييف على اتفاقية ترانزيت للغاز، وأوضحت الحكومة الروسية أن اتفاقية التسوية تسمح بحل عقدة المطالب المتبادلة والحيلولة دون تجدد مثل هذه المشاكل مستقبلا، إضافة إلى حل جميع المشاكل العالقة بين البلدين. يواصل المواطنون في كرواتيا التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 11 مرشحا، ويحق ل 3.8 مليون ناخب التصويت في الانتخابات التي تجرى كل 5 سنوات، ويمكن للرئيس أن يحكم لفترتين رئاسيتين كحد أقصى.
قالت مفوضية الانتخابات في أفغانستان أن الرئيس الحالي أشرف غني قد فاز بأغلبية الأصوات في انتخابات الرئاسة وفقا للنتائج الأولية. وذكرت المفوضية المستقلة للانتخابات أن 1,900,000 ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأن غني قد حصل على نسبة 50.6%، ما يكفي للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى. هذا وقالت رئيسة المفوضية في مؤتمر صحفي أن النتيجة قد تتغير مع إعلان النتائج النهائية. للمزيد عبر الهاتف ينضم إلينا الآن من أفغانستان حكمة الله الصافي، الكاتب والمحلل السياسي. في البداية سيد حكمة الله، يعني هناك أنباء من أنصار عبد الله عبد الله عن 300,000 يقولون أنها أصوات باطلة، وهناك اتهامات أخرى بأن العملية التقنية للعملية الانتخابية لم تجرى بشكل يعني شفاف وواضح للناخبين. في رأيك هل ستشهد هذه الانتخابات طعون بعد مرور 3 أشهر؟ سيد حكمة، يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد حكمة الله من أفغانستان لظروف تقنية. وفي أوزبكستان يتوافد المواطنون على أكثر من 10,000 مركز للاقتراع للإدراء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والمجالس المحلية. وقال رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الأوزبكية إن العملية الانتخابية بالبلاد تتم وفقا للمعايير الدولية للديمقراطية، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم فتح قنوات اتصال مباشرة مع جميع مراكز الاقتراع في الداخل والخارج لمراقبة الانتخابات. تواصلت في المدن الهندية المظاهرات المناهضة لقانون الجنسية الجديد، والذي يرى منتقدوه أنه يقوي الدستور العلماني للدولة. وأعلنت الشرطة الهندية ارتفاع عدد قتلى المظاهرات إلى 23 بعد مقتل 9 أشخاص
خلال اشتباكات وقعت بين متظاهرين وقوات الشرطة في شمال البلاد. ويسمح القانون الجديد للمهاجرين من 3 دول بالحصول على الجنسية الهندية بشرط أن يكونوا من غير المسلمين. في السياق ذاته، اعتقلت السلطة الهندية أكثر من 1500 محتج خلال مظاهرات ضد قانون الجنسية منذ موافقة البرلمان على القانون الذي يقول معارضوه إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين. تتسع رقعة الاحتجاجات ضد قانون الجنسية المثير للجدل في الهند، وتأخذ الأحداث منعطفا خطيرا في بلد قوامه قرابة 1.3 مليار نسمة، منهم 14% يعتنقون الإسلام. وفي محاولة لتضييق على تلك الاحتجاجات، هرعت السلطات لفرض حالة الطوارئ وحجب خدمة الإنترنت وقطع الاتصالات الهاتفية وإغلاق المطاعم والمحال التجارية في عدة مدن بالبلاد. القانون الجديد الذي أقره البرلمان يسمح للحكومة بمنح الجنسية لملايين المهاجرين شريطة أن يكونوا غير المسلمين من 3 دول مجاورة، هي باكستان وبنجلاديش وأفغانستان. معارض القانون وصفوه بالعنصري، مؤكدين أنه يقوض الدستور العلماني للبلاد ويهدف لتهميش المسلمين. ورغم إبداء الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية قلقهما من الأحداث التي تشهدها الهند والتي أسفرت عن قتلى وجرحى، يصر رئيس الوزراء الهندي على أن حكومته لا تهدف إلى تهميش المسلمين، مؤكدا أن القانون الجديد لا يؤثر على أي مواطن هندي أيا كانت ديانته. ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات التي اندلعت في أستراليا منذ سبتمبر الماضي إلى 9 أشخاص، فضلا عن تدمير 800 منزل. وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه مما لا شك فيه إن هناك صلات بين القضايا المتعلقة بتغير المناخ والظواهر الجوية التي تحدث حول العالم، منوها بضرورة اتخاذ إجراءات حيال هذه القضية. لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين جراء حريق شب في مبنى سكني بمدينة لاس فيغاس الأمريكية. وذكرت وسائل إعلام أن التحقيقات الأولية قد كشفت أن الحريق اندلع بسبب اشتعال موقد للتدفئة يستخدمه أحد قاطني المبنى، ليأتي الحريق على كامل الطوابق. بدأت فعاليات الحلقة النقاشية حول الإسلام والسياسة والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية بحضور مفتي الديار المصرية وعدد من علماء الأزهر والكنيسة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن مراسل أكسترا نيوز الزميل محمد أبو عيطة. إليك محمد. نعم فيروز، هذه الحلقات النقاشية التي تعقدها مكتبة الإسكندرية باعتبارها واحدة من أهم المؤسسات الثقافية المصرية بشكل عام، هي تدخل قطارها الثاني هنا أو محطتها الثانية في قطار هذه الحلقات النقاشية هنا في القاهرة، وكانت قد نظمت نفس العنوان ونفس المحاور في وقت سابق من الأسبوع الماضي في مكتبة الإسكندرية، ومن ثم بدأت اليوم هذه الحلقة في هنا في مدينة القاهرة، وهي تستضيف عددا كبيرا من علماء الدين والسياسة والإعلام أيضا، وأيضا بحضور رجال من ممثلين عن دار الإفتاء والأزهر الشريف وممثلين أيضا عن الكنيسة المصرية. إذن هناك مختلف
يعني عناصر المجتمع ممثلة هنا ومختلف رموز وتوجهات المجتمع ممثلة هنا في هذه الحلقة النقاشية، والهدف هو فض الاشتباك ما بين الظاهرة السياسية أو ظاهرة الإسلام السياسي في الفترة الماضية وأهم ما يعني التداعيات التي دارت وحدثت بعد ذلك. بدأت الحلقة النقاشية بالفعل في حوالي الساعة 11 وبدأت باستعراض أهم الأحداث وأهم الوقائع والجرائم التي تم ارتكابها باسم الدين في الفترة الماضية، وبدأت بعد ذلك في استعراض عدد من المحاور على رأسها أيضا تجديد الخطاب الديني وإدماج الشباب المصري بشكل عام وتقوية أواصر الانتماء لديه بشكل عام ويعني تحفيز جميع الشباب المصري على قدر أكبر من الانتماء والاندماج بين مختلف المكونات المصرية في داخل الدولة المصرية. هناك العديد من المحاور سيتم نقاشها على مدار جلسات العمل على مدار هذا اليوم، وهناك عدد أيضا من التوصيات التي سيتم رفعها في فترة لاحقة إلى مختلف الجهات المصرية للأخذ بها في يعني الاسترشاد بها في تجديد الخطاب الديني وفك الاشتباك ما بين ظاهرة الإسلام السياسي وما يرتبط بها من ظواهر أخرى ترتبط بالتكفير وترتبط أيضا بدعم الفكري للحركات الإرهابية. أزاي محمد أبو عيدة، شكرا جزيلا لك. استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع ضمن خطة الوزارة للبدء في حملة مراكب النجاة، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. هذا وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن تكليف الرئيس للوزارة بالبدء في هذه الحملة نابع من اهتمامه بالشباب والحرص على توظيف جهود وإمكانات ومؤسسات الدولة لخلق فرص عمل بتقديم التدريب والدعم للشباب في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الوزارة ستطلق الحملة بدءا من الأسبوع المقبل بمحافظة الفيوم كونها واحدة من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية. شهد آلاف السياح والمصريين ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك، وهي ظاهرة فلكية تحدث مرة واحدة كل عام، وتعد ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك هي أحد أهم الأحداث التي تسعى محافظة الأقصر لاستغلالها في تنشيط السياحة وجذب مزيد من السائحين وزيادة المناسبات على الأجندة السياحية المصرية والتعريف بعظمة الحضارة المصرية القديمة. في تأكيد على عودة الأمن والاستقرار إلى الدولة، استقبل مطار شرم الشيخ أولى رحلات الشارتر الجوية المباشرة من فرنسا وكذلك أولى الرحلات الجوية من بريطانيا. استئناف حركة الطيران من فرنسا وبريطانيا لشرم الشيخ يدعم قطاع السياحة خاصة بعد اختيار مدينتي القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية على مستوى العالم. استمرارا للنجاح الذي تحققه السياحة بشهادة العديد من التقارير الدولية، استقبل مطار شرم الشيخ أولى رحلات الشارتر الجوية المباشرة من فرنسا بعد توقف دام لسنوات. وكان على متن الرحلة 137 سائحا قادما من مطار شارل ديغول الفرنسي. خبر سار للسياحة المصرية يأتي بعد استقبال مطار شرم الشيخ أولى الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وعلى متنها 110 ركاب، وذلك بعد قرار بريطانيا استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ. وتم استقبال الرحلة البريطانية الأولى بتقليد رش المياه وتقديم الورود والهدايا إلى الركاب والتقاط الصور التذكارية معهم، وذلك مواكبة مع قرب الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة. ومن المقرر أن تصل رحلة أسبوعيا من لندن إلى شرم الشيخ لتشغيل الموسم الشتوي الحالي، كما تقرر تشغيل 10 رحلات أسبوعية في بداية الموسم الصيفي القادم. وتأكيدا على استعادة قطاع السياحة عافية في ضوء حالة الاستقرار والتحسن الأمني التي تعيشها البلاد، تم اختيار مدينتي القاهرة والغردقة
ضمن أفضل 100 مدينة سياحية على مستوى العالم، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة يوري مونيتور العالمية المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق، حيث تمت الدراسة على أكثر من 400 مدينة حول العالم على أساس أعداد السائحين الوافدين خلال عام 2018. وأوضح التقرير أن أفضل 100 مدينة سياحية تم اختيارها تتميز بتفوقها المستمر في زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها من مختلف دول العالم، حيث تصبح السياحة حافزاً للابتكار ومحركاً للتقدم الاجتماعي والاقتصادي. ورياضيا، توج منتخب مصر لرجال الاسكواش بلقب بطولة العالم للفرق بعد فوزه على انجلترا في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 2-0. فاز كريم عبد الجواد على داكلين جيمس بثلاثة اشواط مقابل شوطين في المباراة الاولى، بينما حسم علي فرج المباراة الثانية بفوزه على ادريان والر بثلاثة اشواط مقابل شوط، ليتوج منتخب مصر للاسكواش بلقب بطولة العالم للمرة الخامسة في تاريخه. أحرز ناشئو وناشئات مصر 7 ميداليات متنوعة في ختام بطولات أفريقيا للشطرنج للناشئين في ناميبيا، وذلك بمشاركة 270 لاعب ولاعبة من 17 دولة أفريقية. وحصدت مصر 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين في مختلف الأعمار، ومثل مصر في المسابقة 20 لاعبا ولاعبة. فاز فريق الجونة على ضيفه طلاء الجيش بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز. وخلال مباريات الأسبوع نفسه حقق إنبيا الفوز على مضيفه وادي دجلة بثلاث أهداف لهدفين، كما تعادل المصري البورسعيدي مع بيراميدز بهدف لكل منهما. توج فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه نجم المصري محمد صلاح بلقب كأس العالم للأندية بعد فوزه على فلامينغو البرازيلي بهدف دون رد. جاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 99 بالشوط الأول من الوقت الإضافي، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف. فاز محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية والتي فاز بها فريق الريد، وتعد هذه هي البطولة الثالثة لصلاح مع ليفربول هذا الموسم بعد السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا. يلتقي فريق يوفنتوس مع لاتسيو اليوم في كأس السوبر الإيطالي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. يخوض يوفنتوس لقاء السوبر باعتباره بطل الدوري الإيطالي، أما نسور العاصمة فقد فازوا بكأس إيطاليا، وهذه ليست المواجهة الأولى لهما في كأس السوبر الإيطالي، فالفريقان تقابلا من قبل 4 مرات في البطولة نفسها تقاسما الفوز فيها بالتساوي. وخلال مباراة يوفنتوس ولاتسيو يبحث الأرجنتيني باولو ديبالا عن نجم يوفنتوس عن الانفراد بصدارة هدف بطولة كأس السوبر الإيطالي. المزيد في سياق العرض التالي.
يحل تشيلسي ضيفا على توتنهام اليوم ضمن مباريات الجولة 18 للدوري الإنجليزي، وستكون هذه المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي يواجه فيها البرتغالي خوسيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام أحد الأندية التي سبق له تدريبها، وذلك بعد المباراة التي خسر فيها فريقه أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في الرابع من ديسمبر الجاري. مشاهدينا، وصلنا لختام نشرتنا، شكرا على حسن المتابعة، وفي النهاية تذكرة لأهم العناوين. رئيس السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن. مشاورات جديدة لقادة الكتل السياسية العراقية لتسمية رئيس جديد للوزراء. والبحرية الليبية تعلن حالة التأهب القصوى للتصدي لأي انتهاك تركي. بهذا نصل للختام، لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.